ومشاهدينا هسه ويانا عبر الزوم من دبي الصيدلانية روز الشمري حتى نفهم منها أكثر عن موضوع الحقن الوريدي للفيتامينات. صباح الخير عليك دكتورة. يسعد صباحك دكتورة وأهلا بيك، نورتينا في صباح دجلة. يسعد صباحكم، صباح الخير عليكم على جميع المشاهدين. شكرا لجينا. دكتورة بالبداية حابين نعرف من عندك شنو هو مفهوم التغذية الوريدية؟ طبعا بداية أحب أشكركم على التقرير الرائع المفصل، وهو تقريبا شرح مفهوم التغذية الوريدية، بس أحب أنوه أكثر. التغذية الوريدية هي عبارة عن شيء مثل ما قال فيتامينز تنحط بالنورمال سلاين، اللي هو المفهوم اللي إحنا نقوله بالعراقي المغذي، مجموعة من الفيتامينات المركزة تنحقن وريديا آي في عن طريق الوريد، وهذا الشيء نقدر ندخله عن طريق الدورة الدموية مباشرة من دون ما أنه يدخل عن طريق الجهاز الهضمي، وبالتالي الامتصاص يصير أسرع والنتيجة تكون فورية. فهذا هو المفهوم يعني المختصر لمفهوم التغذية الوريدية، يعني هي عبارة عن شيء بالوريد مركب من الفيتامينز لا أكثر ولا أقل. نعم دكتورة. نعم. هل هو شيء ضروري لكل الفئات العمرية؟ لو بفترة معينة من العمر إحنا لازم نبدأ نستعمله؟ هو مفهوم التغذية الوريدية طرح للناس اللي عندهم مشاكل، مو للناس الأصحاء. يعني الترويج اللي قاعد يصير حاليا هو ترويج تجاري بالمعنى الأصح، مو الترويج الصحيح، اللي هو مثلا الأشخاص اللي هم محتاجين فعلا بغض النظر عن الفئة العمرية لهم. الناس اللي عندهم مشاكل بالامتصاص، مشاكل بالأمعاء، مشاكل بالمعدة، مثل ما ذكرت بالاستضافات قبل، الجرثومة المعدة اللي هي تقلل الامتصاص، وأيضا الناس اللي عندهم ألسر أو تقرحات بالمعدة والأمعاء، والناس اللي هم ما يقدرون يبلعون الحبوب مال فيتامينز، هاي ممكن تصير لهم يعني كأوبشن، وأيضا الناس اللي يأخذون أدوية معينة تخليهم يمنع هذا الامتصاص، مثل الأدوية الكيميائية، يعني الكيميائي للناس اللي يعافون الله وإياكم يأخذون الجرعات، وأيضا الناس اللي مسوين تغيير مسار وعملية قص معدة، هاي الأشياء تكون ضرورية لهم، لأنه بصعوبة يأخذون كمية فيتامينز كبيرة على معدة هي مقصوصة. نعم. طيب دكتورة، هل يأثر على الشكل التجميلي؟ يعني مثلا اكل بعض يقولون. نعم. انه اذا شعرك يتساقط اخذي من هذه الفيتامينات، او اذا تريدين شد للبشره او نظاره الجلد يعني ممكن ايضا يفيد. اي نعم. هذا الشيء اذا احنا اصلا ناس اصحاء، رب العالمين رازقنا بالصحه انه نقدر ناكل اكل صحي ونشرب. نعم. ماء بالصوره الكفايه وناخذ حبه الفيتامينز اليوميه مالتنا، هذا الشيء اجباري راح يخلي البشره والشعر والطاقه موجوده عندنا اوريدي. ولكن الناس اللي هم نفس ما انا ذكرت ما يقدرون ياخذون الفيتامينز وكذا، راح يصير عندهم خمول وراح يصير عندهم شحوب بالوجه، نفس ما ذكرت قبل بتقرير فقر الدم، راح يصير تساقط بالشعر، تكسر بالاظافر، فهاي كلها بسبب نقص فيتامينز احنا ما نقدر ناخذها، سواء اهمال او كسل من عند المريض، او سواء انه هو عنده مشكله صحيه يعني ضروريه. لذلك انه هو افضل الشخص انه ياخذ الفيتامينز والاكل الصحي خلال الروتين اليومي، وان كان محتاج هو هذا اوبشن يكون له، يعني احنا ما نقدر نقول انه هو شيء ضروري له للشخص الصحي، لكن هو اختيار اوبشن، اختيار يعني شخصي مثل ما نقول. نعم. ولكن الناس اللي ذكرتهم قبل شويه هذا الاختيار يكون اختيار يعني ضروري واجباري لهم حتى يحافظون على طاقتهم اليوميه، على صحه شعرهم، صحه بشرتهم، ويعني الانرجي اللي يحتاجوها خلال اليوم. نعم دكتوره، بما انه حكينا عن هذا الموضوع عن انه ممكن يكون اكو نقص فيتامينات محدده، هل هذا المغذي هو عباره عن انه انا كشخص عندي نقص فيتامينات اختار الفيتامين حتى ينحط لي بالوريد، لو هو لا مجموعه فيتامينات ثابته واحنا لازم يعني نلتزم بها كلها؟ طبعا هي مو مجموعه فيتامينز ثابته، هو احنا او المختص او الدكتور لازم يسوي قبل كل شيء تحليل مال الدم. نعم. ونشوف النقصات الموجوده، لانه كل شيء زاد عن حده مثل ما يقولون ينقلب ضده، يعني اذا انت اصلا ما عندك نقص فيتامينز، سويت تحليل دم وانت حاب انه تاخذ هاي الابره الوريديه، لان حسب الترويج اللي صار انه انا راح احصل على نتائج ماجيك وسحريه، فتحليل الدم هو اللي شخص، وبالتالي
احنا نعطي الجرعه اللازمه حالها حال اي دواء. نعطي مثلا لنفرض عنده نقص فيتامين بي 12، نقص حديد، نقص فوليك اسيد، ما عنده نقص فيتامين دي، فاحنا نعطي هاي الاشياء ونوفر نقص الفيتامين دي. فالجرعه تتحدد ونوعيه الفيتامينز على اساس التحليل والتشخيص الصح. نعم. طيب دكتور، هل يعتبر هذا العلاج هو آمن وما بي أي أعراض جانبية؟ هو كعلاج يعتبر حال الفيتامينز، ولكن نفس ما قلت إذا الشخص ما مضطر عليه أو هو ما يحتاجه ما عنده نقص فيتامينز. نعم. وبهاي الحالة إذا أخذ أكيد راح يكون عنده أوفر دوز ونتيجة عكسية راح يصير عنده بسبب أخذ جرعات كبيرة فائضة للجسم. هناك أعراض جانبية شائعة للأبرة الآيفي نفسها بحكم أنه هي أبرة مركزة تنأخذ الوقت طويل، يعني مدة من 20 دقيقة إلى ساعة، راح يكون الوريد بهاي الحالة ممكن يصير بالتهاب، ممكن يصير بروزنج اللي هي الزراق اللي يصير بالوريد، ومن يعني الألم أيضا من الأشياء الشائعة جدا، ومرات تخثر الدم بهاي المنطقة أيضا هي من الأعراض الجانبية لهالموضوع. الناس اللي هم كونترا انديكيتد موانع اخذ هاي الابره لفئه معينه من الناس. نعم. وهم اللي عندهم فشل بالقلب، اللي عندهم امراض قلب، فشل بالكلى او امراض كلى، وايضا الكبد. كلش لازم انه احنا نحاسب حتى لو هو ما اخذ عن طريق الفم ايضا راح يمر عن طريق الكلى والكبد. نعم. والضغط السائل الكبير اللي راح ناخذه احنا جرعه واحده الناس اللي عندهم مشاكل بالقلب هذا الشيء أبد مو زين، لأنه راح يصير ضغط على القلب وبالتالي أعراض غير مرغوب فيها. نعم دكتورة. نعم. يعني هنا احنا توضحت لنا الصورة وتوضحت الصورة للمشاهد انه هاي الفيتامينات الوريدية مو لازم اي شخص يستعملها الا اذا هو عنده فعلا نقص حاد بهذا الموضوع، مو انه يروح يستعملها شلون ما كانوا فقط هي، لانه هسه صار شوية شوية صار موضوع تجميلي، يعني حتى من اي شخص عنده مثلا مرض قلب او مرض كلى يريد يروح يسويها ما يفكر انه هذا ممكن يؤذي جسمه، او هاي يروح يسويها بدون حتى ما يسأل او يذكر الدكتور او الشخص اللي يريد يسوي له بهدف التجميل انه هذا راح ياثر على هذا المرض او لا، مو صحيح؟ صح كلامك، وهذا الشيء يعني جدا مهم الشخص يكون واعي، لانه مو اي شيء يشوفه تجاريا سواء هاي الابره او شغلات ثانيه تخص التجميل معناته هذا الشيء صحيح، بالعكس الشخص لازم يكون واعي ومثقف بهاي الشغله. اكو شيء اسمه نت حاليا، اكو سوشيال ميديا، اكو اخصائيين واي متوفرين على السوشيال ميديا يقدرون يسالوهم. صحيح. يقدرون يقرون يشوفون هذا الشيء انه هل هو مناسب لهم او لا، لانه هذا الجسم يعني ما نقدر احنا نتحكم بالاشياء اللي نريدها، هو الجسم اللي يتحكم بالاشياء اللي هو يحتاجها، لذلك كلش مهم انه انتم تدرسون على الشغله وتقرون عليها زين وتسوون عليها سيرش قبل ما انكم يعني تروحون وتتخذون هيك قرار مهم وخطوه مهمه. اكو ناس معينه حابه يعني ايضا اتكلم عنهم، في فئه معينه من الناس اللي عندهم هوس النزول بالوزن، وهذا هو يكون مرض نفسي اللي هو اسمه انوركسيا نيرفوسا وايضا البوليميا، اللي هم يخلون نفسهم يجبرون نفسهم على الاسترجاع وعلى التقيؤ. هذا الشيء ايضا يعني مهما اخذ اكل او مهما اخذ فيتامين معينه او التالي راح يخلي راح يعني يستفرغها بنفس اللحظه. فهاي الابره او الاي في انفيوجن هذا يعني خصيصا لهيك نوع من الناس، فانت ليش يعني تكون صحي وتقدر تاكل الله نعم عليك بالصحه والعافيه تتجه الى اتجاه ثاني غير طبيعي. صحيح. فبالعكس يعني نعم نصيحتي للمشاهدين يعني بشكل أخص أنه أنتوا اتجهوا إلى healthy lifestyle واتجهوا إلى الرياضة، ورياضة المشي أهم شيء، وشرب الماء، وهذا الشيء كلش كافي. نعم. راح تحصلون النتائج بشكل يومي أحسن ما أنتوا تأخذون هاي الأبرة شهرياً، ويعني يكفيكم شر المرض إن شاء الله والألم وما تحتاجون أبداً هاي الشيء. شكراً لك. نعم. دكتورة على هاي المعلومات جداً حلوة اللي انطيتينا إياها، وهاي التوعية اللي كنا فعلاً محتاجيها، لأنه كان يروح إلى طرف تجميلي وطرف آخر تماماً من اللي حكيتي. شكراً لك. شكراً لك دكتورة، نورتينا.